هلو هلو، يوم جديد، يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. النهاردة بداية بعض المدارس الخاصة، بداية بعض الجامعات، ناس كتير كمان خلصت أجازة الصيف ورجع لشغلها. فأكلاتنا النهاردة أكلات ووصفات عامة هنطبقها بطرق تنفع نحطها باللانش بوكس بداية الرجوع للمدارس وبداية الرجوع للشغل. من الحاجات اللي بتقرقنا شوية، الولاد هتاكل ايه؟ نديهم ايه باللانش بوكس؟ بتسأل السؤال ده كتير. وطبعا عندنا الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها، الساندوتشز المعينه، الجبنه اللي بتبقى فيها كمان اللحوم البارده، المربى مع مثلا زبده الفول السوداني، الحاجات التقليديه اللي حافظينها. بس برضو في ناس بتحب تاخد معاها مثلا نوع من انواع الباستا على الشغل، او على حتى في اهل بيحبوا يبعتوا مع اولادهم وجبه متكامله، لانه في بعض المدارس كمان بتفرد وقت للغدا وبيقعدوا في المطبخ الولاد وياكلوا وجبه كامله. هنعمل النهاردة لازانيا شهية جدا، بس لو خدناها في العلبة وهي متقطعة كده عادي هتبقى متبهدلة. هنعملها بطريقة على شكل بوكت سهلة ولذيذة، وحرجع أفكركم بخلطة الرجوع، اللحمة الشهية بالأعشاب والبشاميل اللي يبقى عشان الوصفة دي أتقل شوية. بالنسبة للوصفة التانية برضو هي وصفة حادقة بس كيكة، هنعمل كيكة كوسة مع الجبنة للشدر. ليه هندخل خضار؟ عشان ندخل فوائد، وعلشان تدينا برضو مويستشر وتبقى طرية وتقعد معانا طول اليوم في اللانش بوكس هشة ولذيذة، لأنه ساعات لما بنعمل مافنز أو كب كيكس بتنشف بسرعة وبتفرفت. فوصفاتنا النهاردة ممكن نعملها في أي وقت لأي حد، بس مناسبة جدا وفكرة لذيذة لللانش بوكس لينا ولولادنا. هفكركم أنه الحلقة كالعادة الإعادة بتبقى الأولى الساعة 3 العصر على القاهرة والناس 2 و6 المغرب على القاهرة والناس 1. ولكل اللي بيسألوني مش لاقيين بسهولة حلقات الموسم الثاني من ميز شو على اليوتيوب على صفحة القاهرة والناس، لما تشتركوا تعملوا سبسكرايب في حاجة اسمها بلاي ليست. في البلاي ليست دي هتلاقوا بلاي ليست للموسم الأول، وبلاي ليست لميز شو في رمضان، وبلاي ليست للموسم الثاني. وفي أي وقت اكتبوا ميز شو تاريخ أو اسم الوصفة اللي بتحبوها وهتطلع لكم النتائج كلها بكل سهولة. يلا بينا على المطبخ. هلو هلو، بداية أسبوع يا رب تكون سعيدة. بتمنى لكل الطلبة اللي ابتدوا يرجعوا للمدارس، بعض المدارس ابتدت النهاردة وبالتدريج، يعني ابني مثلا هيخش كمان كم يوم، بنتي بكرة أعتقد، عشان برضو لسه الظرف اللي احنا فيه بيحاولوا انه يقسموا دخول الطلاب بأعداد قليلة يوميا. يا رب أتمنى لهم، وبتمنى لكل حد رجع مدرسته أو جامعته أو الشغل السلامة، ونراعي كل الاحتياطات اللي احنا تعودنا عليها لما نكون في أماكن فيها زحمة بالذات، علشان يا رب نطلع من أزمة الكورونا دي على خير وسلمين. تعالوا نروح على الفرن نطلع اللازانيا بشكلها اللي ينفع، هو نفس الطعم بس اللي ينفع إنه ناخدها معانا في اللانش بوكس بكل سهولة سواء إحنا أو ولادنا. يلا ناخد الفوطة عشان هي لسه سخنة، احنا بس حمرنا بعد ما استوت حمرنا الوش. ترارارا، لازانيا بوكيتس او نسميها مربعات اللازانيا الشهيه، لازانيا بكل نكهتها، بالصوص بتاعها، باللحمه، بالمكرونه، بالموتزاريلا، زي ما انتم شايفين تنفع جدا. خلونا نطلعها، هاتوا نجيب اول حاجه طبق نطلع قطع عليه عشان نقطعها. خلوني احط ده هنا واقدر امسكها بايديا الاثنين. وعلى فكره مش بس لللانش بوكس، لذيذه في العزومات ساعات كتير لما بيبقوا عاملين عزومات وفي مكرونه تقطعها بالذات اللازانيا ما بقاش سهل. ناخد برضو حاجه ونقدم عليها القطع الثلاثه الثانيه، ناخدهم نحط اثنين كفايه، نحط لهم شوية ريحان. أين الريحان؟ عندنا هنا ريحان أخضر مدخلينه كمان في الوصفة. أشيل دي، خلي ورقة واحدة حلوة كده
لأنه برضو العين تأكل قبل الفم، والريحان بيبقى طعمه حلو جدا. خلوني أحط دي هنا، خلصت. هنحضر مع بعض كل عناصر الوصفة دي، بس تعالوا نقطع مع بعض واحدة من البوكتس ونشوف الحشوة. بصوا هنقطعها كده ووريكم ازاي من جوه الحشوة اللحمة، وبرضو في جوه جبنة وفي جوه بشاميل. فهنعمل الثلاث حاجات، هنغير شوية بالكونسيستنسي بالمقادير. عادة اللازانيا أنا بعملها معاكم ازاي، بيبقى اللازانيا شيتس دي عملناها قبل كده، ارجعوا مي شو لازانيا ما بنسلقهاش، لو هي الدراي اللي مشليها من السوبر ماركت مش اللي بنحضرها في البيت. وعملنا قبل كده باستا حضرناها، او انواع باستا مختلفه من عجينه حضرناها في البيت. دي عجينه الباستا هحكي لكم مقاديرها، لانه عاده بيقولوا لي شيتس اللازانيا بتبقى شويه غاليه، العجينه عباره عن دقيق وبيض بس. هقول لكم عليها واوريكم ازاي تفردوها من غير اي مكنه. عاده بنحط اللازانيا دراي، بنعمل البشاميل لوس خفيف، وبنعمل برده صوص اللحمه برده خفيف، وممكن ساعات انا بخلط الكريمه مع اللحمه مع الطماطم واعملها خفيفه. ليه؟ عشان تسوي اللازانيا. احنا اللازانيا هنا هتكون مستويه، تعالوا نبتدي نسلق اللازانيا سلقه كامله عشان تبقى معانا طريه نقدر نحركها زي القطعه دي. هاخد لكم القطعه دي اهي جاهزه. لما تتسلق قطعة اللازانيا، عشان أنا برضو عانيت من الفكرة دي لما شفتها، محتاجينها تبقى كبيرة. دي هتتحول لدي بعد السلق، فإحنا محتاجين حجمها يبقى كبير، فدي اللي هنسلقها ودي اللي هنشتغل بيها. هحط دي قدامي، وبرضو خلي ده هنا. تعالوا نسلق اللازانيا. مية هنسلقها عادي جدا، هحط اتنين بس دلوقتي مع رشة الملح البسيطة في مية السلق، وهشغل النار برضو على الطاسة علشان نحضر الرجوع بتاع اللحمة اللي هي اللحمة المتعصجة بالنكهات الإيطالية. وهنا هنعمل البشاميل، هتلاقوا الحلة شوية صغيرة لأنه عايزين نعمل بشاميل تقيل. هنستخدم النهاردة خلطة البشاميل من ماجي بنكهة الجبنة. نكهة الجبنة بتليق جدا جدا مع اللازانيا وبتعزز الطعم القوي للجبنة. الحاجة التانية، احنا عشان نعمله تقيل هنا مكتوب طريقة معينة، لتر إلا ربع للكيس. احنا هنقلل كمية اللبن وهنزود بدل اللبن كمان شوية كريمة، يعني هنستعيد بعض لما نقلل الكمية هنحط كريمة كمان عشان تطلع تقيلة. قد ايه تقيلة؟ هوريكم البشاميل اهو، محتاجينه يبقى تقيل بالمعلقة كده، شايفين؟ أقدر أفرده من غير ما يسيح ويطلع بره البوكيت. أوكي؟ سو شايفين البشاميل؟ أهو زي فاكرين برمضان عملنا كتير المهلبية اللي حشينا فيها الوربات والحلويات، محتاجينه بالقوام ده. فإحنا دلوقتي بنسلق المكرونة، تعالوا نعمل بوكيت مع بعض. بما إنه أنا عندي اللحمة هنا برضو عايزة أوريكم إنه اللحمة مفيش فيها صوص كتير، استخدمنا صلصة الطماطم وشوية من البيوريه، ممكن تستغنوا عن البيوريه، مش عايزين سوائل كتيرة مع النكهات الحلوة. هنحصل على بوكيت لازانيا متماسك. بنعمل ايه؟ عندنا هنا اتنين شيت، احنا شايفين كويس يا مخرج؟ مخرجنا تمام. هناخد هنا قطعة من شوية من البشاميل، هتبقى الجلو ما بين الطبقتين، دي أول حاجة. هناخد الطبقة التانية دي ونحطها هنا. اوكي اهي. هناخد كمان شوية بشاميل، شايفين القوام؟ كل ده هنحضره مع بعض بسرعة جدا. هناخد من خليط اللحمة اللي بنكهة الزعتر ونكهة الريحان. والفكرة دي تطبق بقى على حشوة من الفراخ والمشروم، دي فكرة أكتر منها وصفة. وصفتنا النهاردة هي نكهتنا وطريقة تقفيل أو تقديم الأكلة دي. هنحط برضو بشاميل شوية، شوية جبنة موتزاريلا. عايزاكم تصبروا على اللازانيا إنها تتسلق تماما، مش هتاخد وقت بالفرن أبدا. بصوا هناخد الطبقة مش اللي فوق دي الأول، هناخد اللي تحت خالص نعملها كده، واللي فوقها من الناحية التانية نعملها كده، ونقفل البوكت كده وكده، شايفين؟ تعالوا
تمام. هنقوم واخدين دلوقتي، خليني اجيب معلقه كبيره. في سؤال اكيد هيتسال، هو انا ممكن احضر اللازانيا دي واحطها يعني على صينيه وتجمد بالفريزر، وبعدين لما ابقى محتاجاها حتى في الايام العاديه لو عندي عزومه اطلعها اسويها؟ ايوه احنا ممكن نعمل كده، نطلعها تفك شويه وبعدين ندخلها الفرن. بصوا بفرد اهو طبقه البشاميل، ما تخافوش انا كنت اول ما عملتها كنت خايفه البشاميل يسيح، لا قوامه كده ممتاز. نغطي كل الطبقه دي وناخد بالاخر طبقه الجبنه اللي انتم شايفينها الشهيه اللي على الوش، وهي دي البوكيتس اللازانيا. هل ممكن نحضرها برضو يا شيف؟ دول اللي احنا حضرناهم نحطهم في الثلاجه؟ ممكن جدا نحطهم في الثلاجه، لو احنا في الشغل ناخدها معانا ساقعه، وساعات بيبقى في الشغل البوفيه او المطبخ بيبقى فيه مايكروويف، وممكن جدا نسخنها قبل ما ناكلها، للاطفال ممكن نسخنها لهم ونحطها في علبه بتحفظ الحراره. هنرجع بعد الفاصل نحضر البشاميل، بشاميل ماجي بطريقه اللي تنفع للوصفه دي، وطبعا هيطلع طعمه شهي جدا، بالذات انه اصلا في نكهات الجبنه البارميجان وخلطه من الجبنه الشهيه. وتعالوا نبص قبل ما نطلع على طول على اللازانيا، اللازانيا لسه شايفين ما استوتش، هنسيبها تستوي والطاسه اهي بتسخن، نرجع بعد الفاصل نحضر اللحمه البشاميل، تبقى اللازانيا خلصت ونحضر برده واحده مره ثانيه مع بعض. استنونا. قبل الفاصل حطينا اللازانيا تتسلق، وقلت لكم مهم جدا انها تتسلق كويس جدا 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 علشان ما تاخدش وقت في الفرن، وعلشان نعرف نطبقها زي ما شفتوا اهي. اول واحده بنفردهم، لو واحده اتكسرت مثلا نحطها فوق الاولانيه، نخلي القاعده هي السليمه. ولو معانا وقت هوريكم برضو تطبيق لذيذ جدا لصينية لازانيا سريعة بالفرن. خلي المية شوية على النار علشان لو برضو أسعفنا الوقت هوريكم حاجة، هوريكم ازاي. عندنا اهو العجينة هنا، دي عجينة الباستا اللي هي موجودة، ارجعوا مي شو باستا بيتية، عبارة عن كيلو الدقيق العادي اهو شايفين الشيتس، كيلو الدقيق العادي بتحط له من 10 ل 12 بيضة، رشة ملح، وكده يعني معلقه كبيره زيت زيتون او حتى زيت نباتي، وبنعجنها كويس. العجينه اهي بيبقى لونها من البيض اصفر، دي الايج نودلز. وبعدين بنريحها شايفين طريه، وبنفردها يا اما بمكنه الباستا اللي استخدمناها قبل كده، يا اما بالنشابه كويس جدا وبنقطعها زي اللازانيا. ولو برده فضل معانا وقت هنسلق من الباستا دي، نحطها دلوقتي على جنب ونعمل مع بعض الراجو. عندنا هنا الطاسة على النار، قلنا الرجول النهاردة هيبقى أتقل شوية، عندي بصل وعندي زيت زيتون، نحط زيت زيتون الأكل الإيطالي مناسب جدا مع زيت الزيتون، زيت الزيتون بصل وتوم وشوية أعشاب في الأول، نحط البصلة ونحط فص توم كده نقطعه شرايح، عايزة ترفع شوية، ونقلب على طول عشان مش عايزين نديها لون، مجرد تحميرة كده سريعة. هنضيف لها الأعشاب، الأعشاب اللي هنضيفها دلوقتي في الأول هي الزعتر، ممكن كمان زعتر المجفف، الروزماري المجفف، الأعشاب الإيطالية بتدي طعم حلو قوي للازانيا، بما إنها هي أصلا أكلة إيطالية لازم نستخدم فيها النكهات اللي إحنا عارفينها من البلد دي. وقلت لكم كتير انه الزعتر والحاجات دي حتى الدراي مع الحراره طعمها بيتضاعف وريحتها بترجع كده قويه. طب التحضيرات دي اكيد مش هنعملها كل يوم للانش بوكس ثاني يوم، عشان كده بقول لكم ازاي تحطوها بالفريزر، وكمان ازاي ممكن تحطوها في الثلاجه بتقعد كذا يوم. لازم نبقى واحنا بنحضر للانش بوكس، بالذات للناس اللي بتحرص انها تاكل اكل صحي، صحي مش بس بالسعرات، صحي انه معمول بالبيت، لازم تخصص يوم، حط اللحمه المفرومه، تخصص يوم انها تحضر اكلها
الرئيسي يعني نخلي يوميا يبقى عندنا اضافه الفاكهه، اضافه مثلا خضار متقطعه، انا عايزه المعلقه بس، خضار متقطعه، الحاجات اللي محتاجين نضيفها بشكل يومي، بس يبقى عندنا على الاقل 50% من اللانش بوكس اللي هنحضره يبقى جاهز. فالتحضيرات دايما نحاول نخليها بالويكند ونعمل الكميات اللي تناسب احتياجنا او احتياج ولادنا. وممكن ننوع بالحشوه، يعني قلت لكم ممكن تعملوها بالفراخ مع المشروم، او تعملوها مثلا، قاعده بفكر دلوقتي، اي خلطه تنفع للمكرونه تنفع للوصفه دي، مع ملاحظه ان الصوص ما يبقاش خفيف ولا البشاميل يبقى خفيف. سيبها تتحمر، نحط لها ملح وفلفل فقط لا غير. واصلا دي بشكل عام من الحاجات اللي ممكن نحضرها ونحطها في التلاجة، نرجع من الشغل نعمل مكرونة سباجيتي نضيف الصوص ده عليها، لو هي تقيلة كده ممكن نخففها برضو بصلصة طماطم، ممكن نعملها روزي صوص اللي هو نحط لها كريمة مع الطماطم. الحاجات اللي بتقعد في التلاجة بالذات اللحمة المفرومة، من الحاجات سواء كانت من غير طماطم أو بالطماطم بتساعدنا وتدخل بوصفات كتير. خليني أعلي الحرارة، كنت وطيتها شوية. هنبتدي هنا بعمل البشاميل. قلت لكم النهارده البشاميل تقيل، هنستعيد هنقلل كميه اللبن وهنستعيد برضو عن اللبن، كله يبقى كميته لبن حليب، هنحط كريمه طهي. اوكي، لحد ما الحراره ترجع تعلى شويه. تعالوا نبتدي بايه؟ نبتدي بالبشاميل. هناخد على البارد، دي انا مش حاطه النار عليها، مهم جدا على البارد، هناخد كيس البشاميل. اوكي، من ماجي، بكل بساطه هندوبه بكميه من اللبن. قلنا هو هنا الكيس بيقول للبشاميل قوامه الصحيح بالوصفات العاديه لتر الى ربع، 750 مللي. احنا النهارده هناخد الكريمه والحليب ومضرب السلك، هندوب قبل ما نحط على النار. اللتر الحليب عادة هو 4 كوبايات لبن، 4 كوبايات معيارية ل 250 مللي اللي هما 1000 مللي الأربعة، التلات أرباع هيبقى 3 كوبايات لبن، النص هيبقى 2 كوبايات. أنا هحط هنا ما يعادل 1.5 كوباية أهو، وإحنا محتاجين 2، يعني هننزل 1 كوباية عن المقدار التقليدي، وهضيف عليها شوية إيه؟ شوية كريمة طهي هتديها ريتشنس تقل. البشاميل من ماجي قوامه ممتاز وسريع ومش عايز اي اضافات، بس احنا اول ما رجعنا ابتدينا كمان نستفيد منه بوصفات تانية، عملنا الجمبري بالبشاميل من ماجي بس ضفنا له لبن جوز الهند. النهارده بنعمل بشاميل تقيل بتغيير سويك للوصفه، المره اللي فاتت زودت سوائل عشان كنت عايزه قوامه لوس شويه، النهارده قللت سوائل علشان عايزه قوامه يبقى ايه؟ قوامه يبقى تقيل علشان ما يسحش. دايما نفهم المنتج ونعرف بيتعمل بالظبط زي ما مكتوب على التعليمات، وبعدين احنا بقى نبتدي نبتكر ونستخدمه، وزي ما بيقولوا انتجريتد ان ديفرنت ريسيبيز. هنفضل هنا المفروض نقلب من غير اي اضافات، ممكن لو بتحبوا بس لو بتحبوا رشه الفلفل الاسود، ساعات الولاد ما بيحبوش يشوفوا النقط، حتى ابني بيقعد يدور كده على النقط السوداء يقول لي ايه ده وايه ده، ممكن ما تحطوهاش للولاد. دلوقتي هنحط صلصه الطماطم او معجون الطماطم، زي ما قلنا هو الاساس النهارده للصوص، فهنقلبه شويه مع اللحمه، وهقطع شويه ريحان. طبعا هو مش كافي، هو تقيل شويه، هاخد ممكن يا اما شويه ميه يا اما عصير طماطم لانه هيتبخر طبعا لما نضيفه، ولما يبرد هيبقى قوامه ممتاز. عايزه اقول لكم انه مهم جدا ما تبقاش الحشوات سخنه جدا لما نضيفها. البشاميل نفسه لما يتحط في طبق على جنبه يبرد هيتقل كمان، فلازم قوامه يبقى على النار اخف شويه. وهنا الرجو بقى جاهز، هياخد شويه ريحان وبس، لو عندكم ريحان طازه كده زارعينه، ريحان من الحاجات تتزرع بسهوله وبتعيش في بلادنا، هو والروزماري والزعتر صدقوني. تعالوا نقطع شويه ريحان،
انتوا عارفين انا قد ايه بحب ازرع، فحتى في الاستوديو شايفين مفيش اضاءه طبيعيه، وبنزرع برضو ريحان، حاطين قصريات فيها ريحان وزعتر ونعناع. برشح لكم دايما الحاجات دي تبقى في مطابخكم، بتضيف كده طعم وريحه ولون وروح لاكلاتكم. هناخد الريحان ونضيفه هنا. النهارده الريحان هيدخل في الوصفتين، حتى بوصفه الكوسه مع الجبنه هنضيف ريحان بطريقه لذيذه وسهله. خلاص هنا انا حطي النار على الصاج اللحمه، وبصوا قوامها عامل ازاي، وهفضل اقلب بالبشاميل لحد ما يوصل للقوام الصحيح، وهسيب الميه سخنه علشان لما نرجع ممكن اوريكم ازاي نسلق الباستا الطازه لانه بتاخد وقت اقل، ونعمل كمان بوكيت او اتنين مع بعض قبل ما نرجع اخر حاجه ونعمل التشادر، كيكه التشادر، جبنه التشادر مع الكوسه. استنونا. في الفاصل نقلت اللحمه في طبق علشان تبرد شويه، علشان هي دي الطريقه الصحيحه عشان ما نحطش الحاجات وهي سخنه تقطع الباستا، وعندنا الشيتس يعني اللازانيا. وبصوا البشاميل بقى عامل ازاي، هو ده قوام اللي محتاجينه للازانيا بوكيتس. هفرده بس سريعا هنا لما نيجي عايزين نبرد حاجه بشكل عام، يعني مش بس في الوصفه دي، محتاجين انه السائل ده يبرد بسرعه او الصوص ده يبرد بسرعه عشان نستخدمه. ساعات كتير بتبقى في حشوات ليها علاقه بالحلويات، الكاسترد مثلا، حاجات معينه. اقول لكم نصيحه، نحطه بحاجه هو مثلا ممكن يوسع في بوله، لا احنا هنحطه في حاجه نفردها علشان المسطح يبقى اكبر ويبرد بسرعه. فانا هوزعه هنا، قوامه كريمي جدا. نقلبه كده، نتأكد انه البخار بيطلع منه، ودي برضو من التبس اللي بتساعدنا نبرد الحاجات بسرعة. في المطاعم والأوتيلات في حاجات اسمها تشيلرز كده، تلاجات معمولة خصوصي للتبريد السريع. عادة احنا بنقول التلاجة ما ينفعش نحط فيها حاجة تطلع بخار سخن، بس سرعة الأداء في المطاعم والديماند على إنه الحاجة مثلا زي الكريم كراميل، الجيلو، الحاجات دي ما يقدروش يستنوا زينا، أو التشيز كيك طول الليل والشوكولاتات والحاجات دي، في أجهزة كده اسمها تشيلرز، بس دي بتبقى للشيفات المحترفين، ومفيش في ربع الوقت، أقل من ربع الوقت تبقى جاهزة. بقى عندنا هنا البشاميل، الحشوة، اللازانيا اهي شيتس اللي حضرناها، وفقط الموتزاريلا، ونبقى جاهزين يوم الاجازه نحضر البوكيتس دي. طيب انا عايزه اوريكم بس ازاي بنسلق اللازانيا الطازه، لانه هي ما بتاخدش اي وقت. بقول لكم تاني ارجعوا ل كنترول، فكريني كده، فكروني في انهي حلقه كانت الفالنتاينز تقريبا، عملنا فريش باستا في حلقه الفالنتاينز، عملنا باستا فريش، واكتبوا باستا فريش هتلاقوا وصفات كتير. هنعمل برضو نفس الشكل علشان محتاجين نفس الشكل بالظبط ونفس الحجم بحيث انه نقدر نعملها بوكيتس. فهناخد دي كده اهو، وناخد دي فوقها، لازم نقطعهم قد بعض. طبعا هتلاقوا عليها دقيق، لانه احنا لما بنيجي نفردها بنفردها بينها دقيق علشان كمان ما تلزقش وتسهل لنا الفرد. فمننفض الدقيق اهو عشان بس الميه ما تعجنش قوي، ميه السلق، ونضطر نغيرها كل شويه. فمنقلل، انا عندي هنا الفرشه اللي بعمل فيها المشروم اهو، دايما عندي فرش في المطبخ ليها استخدامات كتير، دي بننضف فيها عاده، شفتوني كذا مره المشرومز، ودلوقتي بستخدمها اهو لتنفيض الدقيق. يلا دلوقتي هنسلقها. يمكن لما بنعمل فريش باستا، سوري، اللازانيا اللي معلبه دي او الجاهزه بقول لكم ما نسلقهاش. الوحيده اللي بسلقها من العجاء من اللازانيا لو انا هعملها صينيه هي الفريش لازانيا، اللازانيا الطازه. في ناس لما بتعمل اللازانيا كده وبتعمل منها صينيه اللازانيا على طول، دي لو اتحطت كده وتحط فوقها صوص كل حاجه هتعجن، مش هتدينا الشده الحلوه اهي. خلاص تخيلوا انه دي كده استوت، طلعها في الطبق استوت تماما. خدت كام يا كنترول؟ تقريبا ما عديناش ال 30 ثانيه، 3 دقائق يا دوبك دخلت في الميه، 60 ثانيه دقيقه. اوكي، فاللازانيا لو هنعمل لازانيا طازه من العجينه الطازه تتسلق، تاخد كده غطس واحد كده بسرعه في الميه،
وبعدين تتحط على جنب ونبتدي نشتغل فيها عادي جدا. دي الصوص بتاعها ما بيبقاش برضو كتير زي صوص الدراي لازانيا. الدراي هنعتمد على السوائل اللي هي المعلبة الجاهزة، هنعتمد على السوائل اللي في الصوص تسويها في الفرن. دي مستوية مش محتاجة غير نفس تقريبا أخف سنة، طبعا البشاميل يبقى أخف شوية واللحمة يبقى فيها صوص أكتر شوية. الفكرة نفهم دايما إحنا محتاجين سوائل أكتر ليه، محتاجين سوائل أقل ليه، مش مجرد بنعمل الوصفة وإحنا مش فاهمين السبب اللي بيخلينا نعمل الكونسيستنسي او القوام بشكل معين. هنحط دي على جنب وتعالوا نطبق مع بعض. اثنين هطبق اول بالباستا الجاهزه اللي سلقناها. ثاني خلونا بس نشيل الدقيق، هنحط الشيت كده. وعايزه اقول لكم ان اولادكم ممكن يساعدوكم بالحركه دي، وانا لاحظت حاجه عن تجربه ان اولادي لما يساعدوني في تحضير اكله كانوا يرفضوا ياكلوها، بيتحمسوا عن طريق المساعده بس، انهم ده يعني شاركوا في الموضوع انه يجربوها، وهي بتجيبوا رجلهم بقى واحده واحده، التجربه نفسها تخليهم يحبوها وهكذا. فياما كنت اقول لبنتي مش عايزه تساعديني في المطبخ فتيجي مثلا بالمشروم، كانت رافضه المشروم تماما، لحد ما مره قعدنا نعمل حاجات مع بعض ودقته محايلة بالإقناع بنعملها بطريقة هما بيحبوها، نضيفها على أكلة أصلاً هما بيحبوها، لقيتها ابتدت تحب المشروم. وبينطبق ده على السبانخ، على حاجات كتير، مش بس ولادنا برضو، يا ريت جوازنا يساعدونا بالمطبخ. وبعد هو مش في المطبخ، هو بعد الطبيخ بالطبق. يا سلام، يبقى أمنية عند ناس كتير بيسمعونا دلوقتي. حط هنا تاني، وهنحط هنا بالكنترول. بيقولوا لي ما تسخنيش الستات على جوازهم، لا انا بشجعهم يقضوا وقت حلو مع بعض في المطبخ او بعد الاكل يساعدوا ستاتهم في المطبخ كده، يعني التعاون بيعمل جو من الموده يا جماعه. هناخد ده كده وناخد ده كده. المفروض احط نقطه بشاميل هنا ممكن عشان تلزق بسهوله، وناخد ده كده. خليني بس امسح ايدي. وقلنا دي القطعة اللي بره، اللي جوه نتنيها كده ودي بنتنيها كده، ونحط طبقة من البشاميل تغطي كل السطح. قلنا ما تقلقوش مش هتسيح. وزعها. وآخر حاجة طبقة من الجبنة، بس خلوني معلش نحطها على الصينية عشان ما تفرفتش. ننقلها كده على الصينية ونحط لها طبقة الجبنة. كنترول تسمحوا لي بس آخد لا مش رايحين في أي حتة، هنحطها جنبنا. هنعمل واحدة تانية من اللازانيا الطازة، وعايزة أقول لكم إنه اللازانيا الطازة أحلى كطعم من اللازانيا اللي من السوبر ماركت. هناخد برضو الطبقة دي، نحط البشاميل، وناخد الطبقة التانية، بس هي ديليكت أكتر وأطرى فنراعي وإحنا بنعملها. طيب بما إني أنا عاملاها بايدي فالحجم حاساه شويه مختلف، هصغر دي شويه علشان اعرف المها كده، ودي هصغرها برضو شويه عشان تديني نفس حجم المسلوقه اللي هي اللي عملناها من السوبر ماركت. ممكن يبقى بالشكل ده كده. اوكي، ونكرر العمليه تانية. يعني فكره وصفه سهله جدا. الفترة دي الأسبوع ده كله هتبقى وصفاتنا كلها نقدر نعملها بطريقة تقليدية، ونقدر برضو نعملها بطريقة تخلينا ناخدها معانا الشغل. هاتوا نحط كمان طبقة من البشاميل جنبها. يا ترى ناخد ايه معانا على باللانش بوكس؟ انا بقول دايما لازم ناكل جنب النشويات والبروتينات خضروات، فنقطع مثلا ناخد طماطم كرزيه، نقطع خيار، نحط مثلا ورقيات، نعمل حاجه كده تخلي الوجبه دي متكامله. انا محتاجه اصغر، شايفين دي اهو، لانها دي البيتيه قاعدين بنتعامل معاها as we go. هصغر عشان تقفل معانا كويس. هناخد الطبقه دي والطبقه دي، وبرده زي ما عملنا تاني اقول لكم العجينه بالعشر ثواني اللي فاضلين. كيلو دقيق بس، هتعمل كميه كبيره فممكن تقللوا الكميه، نقول نص كيلو دقيق عليهم ست بيضات، شويه زيت
رشه ملح تتعجن كويس جدا، تستريح نص ساعه، نفردها يا اما بالباستا رولر اللي هي مكنه الباستا، او بصبرنا كده شويه نفردها قد ما نقدر، نرفعها بالنشابه على بورد المطبخ، على رخامه المطبخ زي ما احنا حابين. فالتو اوبشنز موجودين، نعملها في البيت او نشتريها في السوبر ماركت، والاثنين احلى من بعض. لازم تجربوا الوصفه. هنطلع فاصل اروق الزحمه دي ونعمل كيكه الكوسه والتشيدر بعد الفاصل. ورجعنا نعمل كيكة التشيدر والكوسة الشهية، كيكة مافن عيش اللي انتوا حابين تسموها، هي وصفة سهلة وبسيطة. قلت لكم انه هي بتبقى سوبر طرية، شايفين ازاي هشة، وعايزة افتح لكم واحدة عشان تشوفوها من جوه. بصوا ده قصدي انها هشة وطرية، وفقرة التعذيب بقالي كتير ما عملتهاش، طعمها يجنن فعلا، مويست وفوائدها عالية، لانه فيها الكوسة. تعالوا نرصهم هنا قدامنا، أنا عاملها لكم على شكل مافنز النهاردة، وحط لكم قدامي اللوف تن اللي هي القالب العادي، ممكن نعملها كده أو كده. طبعا المافنز بتاخد وقت أقل في الفرن لأنه بتستوي، حجم القطعة أصغر وبتستوي بسرعة. تتحضر برضو دي وتتحط في التلاجة في علبة، وناخدها حتى من غير ما نسخنها، مجرد إنها تتساب شوية بره الثلاجه هتبقى بدرجه حراره الاوضه، وقد ما هي طريه مش هتنشف ابدا. هنحط دول على جنب ونبتدي نحضرها بكل سهوله مع بعض، مش محتاجين ولا عجان ولا اي حاجه. ركزوا معايا، المكونات السائله هنحطها الاول. هناخد، مش محتاجه اخف كتير كمان، 3 بيضات. فكرتها كمان انه الخضار اللي فيها زي ما قلنا بتعلي القيمة الغذائية، ومهم جدا انه لما ندي ولادنا حاجات طعمها حلو نديهم برضو قيمة غذائية عالية ومفيدة. انا بنتي مثلا نوي تاكل كوسة، يعني لو شافتها مطبوخة كده استحالة، يعني هي لو تفرج عليها يا ماما ندي كوسة فرصة. فهعمل لها المافنز دي ومش هقول لها انه في كوسة، يا ريت برضو تبقاش فرج عليها لحد ما نعمل الخدعة دي. حطينا 3 بيضات، هنضيف دلوقتي، خلينا اقول لكم، هنضيف بيض الزيت، زيت الزيتون، هنحط ربع كوب زيت زيتون. فبرضو دي من الحاجات المفيدة، ادي زيت الزيتون وكمية الدهون قليلة زي ما انتم شايفين، مش زي الكيكات العادية. هنحط كمان 3/4 كوب لبن حليب، ادي نص، وادي الربع اللي عايرنا فيه الزيت كده. حطينا السوائل، ممكن نضيف على السوائل النكهات. عندنا هنا نكهة الثوم البودرة، عشان المعلقة الخشب دي مش هتساعدني، شوية ثوم بودرة، شوية بصل بودرة، لأنه مش عايزين نضيف ولا ثوم ولا بصل فريش، مش هتليق أبدا وطعمها هيبقى قوي جدا، فمنضيفهم عن طريق الباودر. طبعا لأنها كيكة حادقة هنختار برضو أنه نضيف ملح، معلقة ملح، ممكن رشة فلفل اسود بسيطة عشان زفارة البيض، ومش هنقدر نحط فانيلا، ممكن نقطة خل مثلا عشان البيض. تعالوا نقلب الخليط ده، بس زي ما قلت لكم لا عايزة خفق ولا عايزة حاجة، مجرد تقليب عادي جدا. الكوسة مهم جدا نبشرها ونعصرها. لما نبشر الكوسة اهي عادي ناخدها كده، في ناس بيحطوها بقماشه زي بتاعه الجبنه، في ناس بيعصروها كده تبقى ناشفه ما فيش فيها سوائل، لانه هي اصلا قوامها يعني هيطري الكيكه، لو كان فيها سوائل هتبوظ القوام تماما. دلوقتي هنضيف الاتي، هنضيف، خلوني اجيب الميجرينج كاب، هنضيف دقيق كوبايه وثلاث ارباع، دي نص كوبايه ودي نص كوبايه كمان ودي نص، ادي كوباية ونص، وممكن نستخدم الربع الميجرينج كاب اللي استخدمناه للزيت. فكده كوباية وثلاث ارباع. هنضيف كوبايتين من الكوسة المبشورة، وممكن تضيفوا مثلا كوباية كوسة وكوباية جزر
ادي كوبايه تقريبا، يعني هذا مكون مش زي البيض، ودي ممكن يخلف بالتكستشر، فهنحطه كده يدوي. جبنه شيدر، جبنه رومي، جبنه بيضه اللي تحبوه، هنحط تقريبا مقدار كوبايه ونص، وهخلي شويه نحطهم على الوش وهنقلب. فاضل لنا اخر حاجه العامل الرفع، اللي هو هنضيف بيكنج باودر وبيكنج صودا. طب ليه هنضيف اثنين مش واحد؟ لانه قوام الكيكه تقيل زي ما انتم شايفين اهو، واحنا بنقلب كده فاضل لي كمان احط الريحان من النكهات اللي قلت لكم لازم نديها كده طعم جديد وحلو، ممكن روزماري بدل الريحان. نقلب كويس. ليه بنحط عامل الرفع شويه اكتر؟ لانه زي ما انتم شايفين عنده مهمة أقوى إنه يعملها، القوام الكيكة تقيل فعنده يعني عملية شوية أكبر من لو بنعمل كيكة عادية. حط معلقة بيكنج صودا ومعلقة هي كربونات الصودا يعني، ومعلقة ونص بيكنج باودر. ولو لقينا في أي لحظة إنه هي سميكة شوية ما نستعجلش، هنعمل ايه؟ هنستناها شويه تخمر بره. عاده يعني احنا ما نسيبش الكيك يخمر، بس تفاعل البيكنج صودا مع البيكنج باودر والخليط ده هتلاقوها بعد شويه بقت هشه كده، قوامها اخف. هوريكم ازاي يوصل قوامها اخف بعد شويه كده، المفروض تبقى لوس شويه كده. هناخد القالب النهارده، قلت لكم ممكن نعملها بالكب كيك وممكن نعملها بالقالب ده. هنرش فيه اللي هو نون ستيك سبراي، اسهل حاجه وعملي جدا، وهنحط الخليط في القالب او في الكب كيك، قالب الكب كيك. ونكون النهارده بوصفتين شهيتين وطعمهم يجنن، فيهم روح ايطاليه بسبب الريحان والاجبان والاستخدام النهارده للجبنه الموتزاريلا. شيدر مش ايطاليه قوي بس يعني الروح النهارده ايطاليه. نوزعها كده، واخر حاجه ممكن نعملها قلت لكم شويه الجبنه اللي سبناها نحطها على الوش. هندخل الفرن قبل ما نطلع، قبل ما نقول لكم باي باي وتخلص الحلقه وتستنونا بحلقات جديده الاسبوع ده كتير فيها وصفات لذيذه لللانش بوكس. هنروح على الفرن بسرعه 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 على سيتنج الكيك افرام بيكو، دايما بقول لكم قد ايه فيها سيتنجز واعدادات مهمه وبتسهل حياتنا. الكيك مروحه والحراره من فوق ومن تحت، درجة الحرارة 180 وبنحطها بالفرن. الكب كيكس خدت معايا 30 دقيقة تقريبا لحد ما لونها بقى كده. القالب ده هياخد وقت أكتر، نراعي إنه يستوي تماما وياخد لون حلو، ولو حاسينه شوية طري اطفوا الفرن وسيبوه شوية. حلقتنا النهاردة يا رب تبقى تكون عجبتكم، وصفاتنا خفيفة وسهلة وشهية، جربوها واستنونا في حلقة بكرة.